لوحدي. مش هتعرفي يا توتي. لا هارد، انا جبت الكرسي وهقف عليه. مش هتعرفي يا لا هارد. طب برضو مش هتقولي الرف. مالكش دعوه، علبه الالوان دي بتاعتي. مالكوا يا ولاد، بتزعقوا لي، صوتكم عالي قوي. توك عاوزه تجيب علبه الالوان من فوق ومش عارف. مالك يا توك يا حبيبتي، ما تخلي دبوش يساعدك. اقول لكم، تعالوا احكي لكم حكايه الفتله العملاقه. في مزارع عنده غيط فجل، وزرع فجلة كبيرة قوي، وفي يوم الصبح راح عشان يخلع الفجلة من الأرض، حاول يشد معرفش، جت مراته تشد معه الفجلة برضو معرفوش، جه ابنه يساعده وبرضو الفجلة في مكانها مش راضية تتحرك، جت بقى بنتهم الصغنونة الكبيرة زي كده يا توك، برضو الفجلة مش راضية تتحرك من مكانها. وأخيرا جه فار الغيط يشد معاهم، وهب الفجلة طلعت من الأرض. فجت بقى البنوتة الصغنطوطة بتقول لباباها، لولا الفار يا بابا ما كناش عرفنا نطلع الفجلة من الأرض. راح باباها قال لها، لا الفجلة طلعت عشان كلنا ساعدنا بعض، ومش بس واحد، وعشان كده لازم نساعد بعض كلنا. يلا يا دبوس، روح ساعد توكا عشان تجيب علبة الألوان من فوق. شكراً.